واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه يوم نعتبره انه يوم كما يقال مفصلي في دعوة التوحيد في السودان، وليس هذا لشخص من الأشخاص، ولكن هذا لكل موحد في هذا البلد، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نقر بقلوبنا أن هذا من الله، ونعترف بألسنتنا أن هذا الفضل من الله أولا وآخرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بمقتضى هذه النعمة النواصلة في دعوة الله عز وجل. وهو المحكمة والبلاغ الذي تقدم به محمد المنتصر الإزيري ومعه خلفاء الطريقة القادرية تاعت أبو حراز، وقالوا فيه أنه قد تمت إشانة سمعة هؤلاء الناس من قبل أخونا الشيخ الفاضل مزمل، وأنه وسمه بداعية الشرك وداعية الضلال والإلحاد ودجال الدجال الفضاء إلى آخر. وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى بإظهار الحق اليوم، وكان الفصل في هذه القضية أن أخونا الشيخ مزمل متهم بهذه التهمة وهو بريء من هذه التهمة، وهي تهمة إشانة السمعة. وأنا لا أدري إنسان يدعو الناس إلى اعتقاد الكفر وإلى اعتقاد أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق ويرزق إلى غير ذلك مما يجهر به الصوفية في القنوات وفي الإذاعات، كيف يعتبر أن له سمعة؟ أنا أتحير، زول عنده سمعة كيف ذاته؟ وما هو مقياس السمعة؟ الميم الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أخزاهم وطلع اليوم الحكم بالبراء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. والإنسان بعد هذه البراء والحكم وقدر الله سبحانه وتعالى هو خير للمؤمنين. نحن الإنسان في بداية الأمر كره هذا الأمر، ولكن هذه منحة في محنة، فكان من عاقبة ذلك أن تكون هذه القضية أو هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية عند أهل القانون، وأنها صارت كأنها مادة، في بيقول لك مادة 130 قتل عمد ومادة كده وكده. فالحكم في هذه القضية يعني إن شاء الله سيكون كالمواد كالمادة يعني يقاس عليه غيره. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى أول وآخرة، وبين أيدينا إخواننا المشايخ إن شاء الله ما ييسر الله سبحانه وتعالى أن يذكروه في هذا المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.